طبعا ملفنا الرئيسي هذا اليوم ملف مهم جدا، ومهم جدا خاصة لكل أولياء الأمور اللي عندهم أطفال في هذه المرحلة. يجب أن نعود أطفالنا دائما ومنذ الصغر على الاعتراف بالخطأ وتقبل النقد واحترام مشاعر الآخرين، ويجب أيضا على الآباء إنشاء جلسات حوارية مع هذا الطفل قدر المستطاع حتى يتعلم فيما بعد أن الحوار هو أفضل وسيلة للمعرفة، كما سيفيد ذلك عندما يكبر الطفل ويتم تأسيسه على علاقة حوارية مفتوحة. نعم ليال، إذا أخطأ الطفل وجاء ليصارحنا بحقيقة خطأه، يجب علينا أن نستمع إليه ونعطيه الوقت ليفسر سبب خطأه، ولا نشعر بالخوف بل نطمئنه ونعلمه الطريق الصحيح للتصرف، لنشجع على القول الحقيقة والصراحة دائما. وللحديث أكثر عن الموضوع يسعدنا في دبي هذا الصباح أن نستضيف ويانا الأستاذة علياء المر، وهي موجهة لغة عربية في منطقة دبي التعليمية. صباح الخير علياء، وأهلا وسهلا بوجودك ويانا. صباح النور والسرور ليال، حياك الله أخي. طبعا أحب أن أبدأ، طبعا هو الحديث ذو شؤون وشجون كما يقال. نعم. والموضوع غاية في الأهمية، يعني وهو بالفعل اختيار موفق من أسرة البرنامج، لأننا بحاجة فعلا أن نركز على نقطة الحوار مع الطفل حتى يستطيع بالفعل أن يعترف بخطئه. أحب أن أبدأ كل ذلك بموقف، موقف حياتي يعني، وأعتقد بأنه هو الذي سيحرك حديثنا في هذا الموضوع. إحدى الأخوات يعني عندما التحق طفلها بالرياض الأطفال أو بالكي جي، جاءت وقالت لي يا عليا والله ابني كل ما تسأل المدرسة عن أي سؤال يقولها لا، أي شيء لا، أي يعني افعل هذا الشيء كله لا. يا ربي ماذا أفعل؟ يعني تقول الولد يعني مش راضي يندمج مع الأطفال وكل إجاباته لا لا لا. قلت له طيب، هو لا لم يأتي بها يعني من الفضاء. نعم. أكيد لا، هذه صادرة من مكان معين. أكيد يعني طالعة من مكان. من مكان محدد. قالت فعلا يعني صادرة من مكان. طيب وين المكان؟ قالت البيت. طيب ماذا تفعلون في البيت حتى يكون يعني الولد بهالطريقة كل شيء يجابه بلا لا لا؟ يعني هذا السلوك تحدثنا عنه سلوك خطأ. لا، وسلوك مش طبيعي. مش طبيعي. نعم. يعني طيب ماذا؟ قالت والله أنا كل ما يقول كل ما في البيت امامهم يقول كل ما يقول ابو العيال شيء انا اقول لا، كل ما يقول شيء قلت له ها، معناته انت تعترفين مكتسب يعني هذا انت شيء تعترفين بانك انت اجاباتك كلها لا لا لا. معنى ذلك ان الطفل هو سلوكه يعني هو انعكاس ومرآة لمجتمعه، للبيت، للمكان الذي يعني يدرس فيه. يعني الطفل هنا لا يعرف اصلا بأن هذا خطأ. ليش؟ لأنه هو عندما كان في البيت هي لا تشعر بالموضوع. صح. هو هنا يتعامل معها بشكل طبيعي، لكن عندما خرج من البيت إلى بوتقة أوسع، إلى مجتمع أوسع، إلى المدرسة، بدأت تظهر هذه الظاهرة عليه. نعم. الخطأ يعني نحن كتربويين خطأ عندنا في مسارين. هناك الخطأ اللي هو خطأ الذي يعتبره المعلم الأول، تفاحة نيوتن. نعم. يعني عندما يحاول الطالب ويخطأ بالعكس يتعلم، هذه جهة. الخطأ هنا أصبح شيء إيجابي طبعا، عن طريق الخطأ ممكن الطفل يتعلم أشياء كثيرة. لكن هنالك الخطأ الذي نخشى منه بالفعل، هو الخطأ الذي يكون في السلوك. نعم. الخطأ الذي قد يعني ينعكس يجر وراءه، نعم، يجر وراءه سلبيات كثيرة تؤثر على تفكير الطفل، تأثر على علاقاته بالآخرين، علاقاته تؤثر حتى على سلوكه مع الآخرين. عندما يكون الخطأ يعني هنا يعني يجب أن نركز على أمرين غاية في الأهمية. نعم. الأمر الأول، أنا عندما يخطئ طفلي لا أقول له غلط أو 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 أو, أو, أو يعني أكون أو بلهجة التهديد. نعم. يعني أحاول قدر الإمكان أن أبني ما ذكرتي في البداية ليال، وهو أمر ممتاز، الحوار. ونكرر ونقول الحوار الحوار الحوار. حلو. حتى في السلوك يعني الحوار سيناسبني في جهتين. أكيد. أنا إذا كنت معلم
والطفل أمامي أخطأ. أنا دائما أوصي معلماتي بالتالي، هناك في التربية ما يسمى باستراتيجية تصحيح الخطأ. يعني هذه استراتيجية قائمة مثل الذكاءات المتعددة، مثل أي طريقة في التعليم والتعلم. التعلم بالخطأ هو أيضا طريقة طبعا، وأيضا استراتيجية، هو أسلوب تعليم. يعني حبذا أن عندما أبدأ مع الطالب مثلا أخطأ خطأ معين، لا أول شيء لا أعطيه الإجابة الصحيحة، هاي أول شيء، هاي أول نقطة. لا أقول له اجلس بدون أن أناقشه، هذه ثاني نقطة. ثالث نقطة، أعطيه دقيقة أو دقيقتين، أعطيه فرصة حتى يجيب. يعني في بعض الأحيان الطالب يكون يعرف الإجابة، لكن أجابه في تلك اللحظة إجابة خاطئة، ربما متأثر بزميل، ربما لأنه لم يستوعب السؤال بشكل جيد، لعدة أسباب. في حين أنني لو ناقشت مدة دقيقة واحدة أو قربت له السؤال، على سبيل المثال إذا سألت طالب ما هي حاضرة العباسيين أو ما هي عاصمة العباسيين، سيقول لي مثلا دمشق في حين أنها بغداد. أخطأ الطالب، أقول له لا، أقرب له الإجابة، هي في بلاد كذا، هي كذا، إذا إلى أن يتوصل إلى الإجابة الصحيحة. عندما يتعب الطالب في الحصول على الإجابة الصحيحة يتعلمها ولا ينساها. حلو. لكن إذا حصل عليه على طبق من ذهب سينساها بسرعة. نفس الشيء بالنسبة للسلوك، سلوك عندما يعني يخطئ أي طفل أي خطأ، يعني ممكن يكون خطأ بسيط أو خطأ أكبر من ذلك، يجب أن نبني، يعني هاي رسالة إلى الأهل، هل هنالك حوار بينك وبين طفلك؟ الحوار يبدأ من سنة ونصف. الطفل من سنة ونصف يستطيع أن يتحدث، لديه مجموعة من المصطلحات. هل يا ترى بدأت أنت بالحوار مع طفلك؟ ماي أنا في مرحلة متأخرة جدا طبعا، بعد ما يكون يعني الخطأ وقع، ثم بعد ذلك أقول والله الحين أنا بديت أطبق الحوار مع ابني. لا بس ابدأ بتطبيق الحوار مع ابنك، لكن يعني وصية، رجاء لدينا أبنائنا من البداية نبني لغة الحوار والتواصل والثقة. التواصل ما بينهم، نعم، بيننا وبينهم. جميل. يعني والشيء الآخر، ربما في حلقة أخرى الأستاذ المري قال يعني أن قد اللي ينطبق على أبائنا ما ينطبق علينا. نعم. أو على أبنائنا. وفعلا يعني أنا أذكر موقف، يعني أحد المؤدبين في العصر العباسي الحريري مشهور، كان يسمونه المؤدب أو المربي. نعم. هو الذي يعني يعلم الأمير ويساعده وكذا. في أحد الأيام مطلوب طبعا من المؤدب هو يعني يعلم الأمير كيف يقوم بصياغة أو كتابة الشعر، فيعني تعب معه، يقول حاول كذا كذا لكن دون جدوى. آخر شيء قال له يا ابني قل وجه الحريري تقدم والضرورة حوجتنا إليه. فيعني ما قاله الحريري في ذلك الوقت لا ينطبق على أبنائنا في هذا الوقت. صحيح. فيجب يعني نحن أن نسدد ونقارب. أكيد. يعني الذي ينطبق ربما على آبائنا ما ينطبق علينا بعض الأحيان. الجيل فيه تغير، حتى العقول، عقول الطفل اليوم، يعني الطفل الأولي مو مثل عقل الطفل اليوم. الطفل يعني منفتح أكثر ما شاء الله. اليوم نحن نتعلم من هؤلاء الأطفال بعض الأشياء نحن ما نعرفها. بالضبط. ففي لذلك تقدم. يعني أكبر مشكلة تواجهنا نحن الآن بالذات مجتمع الإمارات، أن يأتيني والله أنا أبوي تشي رباني، أبوك رباك بهذه الطريقة على العين وعلى الرأس، خذ ما ينفع ابنك من هذه التربية. أكيد. واترك نعم الذي قد يعني لا يتماشى مع الجيل الموجود حاليا. صحيح. شيء مهم جدا يعني يجب أن نركز عليه في مجتمعنا، يعني يعني الحوار هذا موجود في ديننا. أكيد. موجود في مجتمعنا، في ديننا. نحن نقرأ كل جمعة سورة الكهف، هل يا ترى تبنينا الحوار الموجود في سورة الكهف؟ يعني حوار راقي جدا. نحن نستمع إلى أقوال الشيخ زايد حفظه الله، هل يا ترى نحن يعني أوجدنا هذا الحوار الذي أوجده الشيخ زايد مع أبناء؟ نحن يعني في مجتمعنا أشياء كثيرة نستطيع الاستفادة منها. أكيد. هل يا ترى نحن وظفناها نتبناها أو نخصص وقت لكي نتبناها في المقام؟ نعم. الأول شيء مهم جدا أيضا ليال، بأن في بعض الأحيان سلوك الطفل يعتقد الأب أن يستطيع أن يعدل سلوك ابنه 100% ولا يلجأ للطب النفسي أو العلاج النفسي. نعم. ما زلنا نخجل
من العلاج النفسي، مع أن العلاج النفسي قد يجنبنا مشاكل نحن في غنى عنها في المستقبل. لذلك هناك توصية لأصحاب القرار، يعني نحن هنا في دولة الإمارات ما زالت ثقافة الطب النفسي عندنا يعني ثقافة ليست إيجابية 100%. نعم نعم، حبذا أن تكون في المراكز الصحية وحدات لطب الأطفال اللي هي خاصة ب نعم علم نفس الطفل. جميل. للأسف يعني هذا الشيء إلى الآن غير موجود، مع أنه في كثير من الدول نرى هذا الأمر موجود، وهو أمر أساسي في العيادات. نعم. وفي المستشفيات، يعني هو شغلة يعني ما الواحد يخجل فيها، لأن هي نعم في بعض أساسية. الأحيان أذكر لك ليالي موقف، هنالك أم تقول والله أنا أخذت كتاب سوبر ناني وطبقته من الألف لياء على ابني، والله ظهر ابنها مسكين يعني كوكتيل عجيب. هو من المفترض أوكي لا بأس خذي هذا الكتاب، لكن انتقي منه ما يتناسب مع عادات وتقاليد هذا وما يتناسب مع طفلك. نعم. في بعض الأحيان إذا أنا كأب أو كمسؤول وجدت بأنني لا أستطيع أن أواصل مع ابني أحوله للطب النفسي، بالذات إذا كانت عنده صعوبات في النطق، بالذات إذا كانت عنده سلوكيات مثل الإدمان لا سمح الله، مثل إدمان الكحول، إدمان المخدرات، إدمان التدخين. نعم. حسب اتفاقية حقوق الإنسان الطفل من يولد حتى 18 سنة، معناته أنا ابني إلى أن يبلغ 18 سنة هو ما زال طفلاً وما زال يحتاج لي الدعم. أكيد. مني. إذن أستاذة عالية المر، نحن محتاجين نحن نثقف أولياء الأمور في البداية. نعم. على أساس نحن نوصل لهذه النتيجة ونبدأ من أنفسنا، فعملية تشجيع الطفل على أنه يتعامل معنا ويفتح معنا، يكون يعني يكون عنده حوار مفتوح مع الوالدين، تبدأ منا نحن كعملية تثقيفية نحن نكون اكتسبناها. هذا يقودنا لهذا السؤال، يعني كيف نعود أطفالنا على الاعتراف بالخطأ؟ نحن نعود إلى ما بدأنا به، متى ما وجدت ثقافة حوار مبنية على الثقة بين الأهل صح. بين الأهل وبين الطفل. الطفل إذا جاء للأب والأب مثلا لا سمح الله يعني رد عليه رد قاسي، إذا ضربه، إذا تعامل معه بأي معاملة سلبية، يخشى الطفل فيما بعد أن يعترف بالخطأ. يعني هي الطريقة واضحة. نعم. إذا أنا بنيت حوار مبني على الثقة بيني وبين طفلي في هذه الحالة، أنا يعني سيكون هنالك اعتراف بسيط بالخطأ. صحيح. الطفل عندما يعني يأتي للأب، الأب يكون مشغول، الأم تكون مشغولة، لا يجد من يسمع له في هذه الحالة، أين هذا الحوار الذي أنا أبحث عنه؟ صحيح. للأسف نحن في عصر حتى بعض الأحيان الأم لا تعمل، لكن لا تأبه بحوار الطفل. قد يأتي الطفل ويتحدث لكن لا يجد لا من يستمع، لا تعيره انتباها. نعم. نعم لا يجد من يستمع له. نحن لا نلوم الطفل هنا غير ملام، حقيقة يجب أن نركز على المجتمع وعلى الأهل. جميل. الأهل هنا يجب أن يقوموا ببناء الحوار. طبعا بناء الحوار هذه ثقافة، حبذا أن تطرح يعني إذا في مجال تطرح ورش عمل ودورات توعية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية. صحيح. يعني صحيح. لهم طبعا أنا أقولهم ما يقصرون. نعم. يحاولون قدر. نعم. ما يستطيعون، حتى جمعيات النهضة تحاول. أكيد. حتى المحكمة تحاول يعني في كلها بالنهاية يعني نعم. هي منظومة متكاملة. لكن نحن نحتاج الآن إلى مسألة قرار. صحيح. نعم. القرار الأول يتصل بأنه يجب أن يكون هنالك في أي عيادة للطفل طبيب نفسي مختص. نفسي. لأن الأم هي سترجع لمن؟ أكيد. إذا كانت الأم يعني مثلا تحتاج إلى دعم، الأب يحتاج إلى دعم، هو لا توجد لديه هذه الثقافة. صحيح. يجب أن يلجأ إلى الطب النفسي. صحيح. فالواحد يعني من الأول ومن البداية يتدارك هذا الأمر. نعم. نعم. شيء آخر، وإلى وزارة التربية والتعليم. أيوة. وزارة التربية والتعليم، نحن لا يوجد لدينا في المدارس الأخصائي النفسي. نحن محتاجين إلى الأخصائي النفسي. نعم. هيا ما تكلمنا عن دور الأخصائي النفسي. نعم. يعني في المدرسة نفتقر في المدارس إلى وجود الأخصائي النفسي، على الأقل إذا كان عددهم قليل، يعني كل 4 مدارس أو كل 3 مدارس يجب أن يكون لها أخصائي نفسي. أكيد. يأتي إلى المدرسة يوم أو يومين في الأسبوع. صحيح. طبعاً عليا نحن داهمنا الوقت وحابين نطول وياك أكثر، لأن الموضوع مثل ما ذكرتي يعني فعلاً شيق ويحتاج إلى عدة حلقات ليتم تغطيته بالشكل الملائم. نحن متشاكرين جدا
تواجد ويانا اليوم الأستاذة علياء المر، مواجهة لغة عربية في منطقة دبي التعليمية، وشكرا جزيلا لنصائحك اللي قدمتيها اليوم من خلال برنامج دبي هذا الصباح. العفو، أنا فقط أريد أن أركز على أمرين، بأن هنالك توصية يجب أن ترفع لأصحاب القرار. نحن في وزارة التربية والتعليم بحاجة إلى أخصائي نفسي، وايضا في على مستوى الدوله بحاجه الى يعني ان يكون طبيب اطفال، ونشجع ابنائنا المواطنين فعلا على هذا خوض هذه التجربه. نعم، هذا التخصص لاننا بحاجه.